بلدة ماير في ريف حلب الشمالي، والذي يعاني منذ فترة لا بأس بها من شح مادة الخبز بسبب قلة الطحين أو عدم توافر مطاحن تعمل على إنتاجه وتوزيعه على القرى هناك. فهذه المنطقة على مدى السنوات الماضية عانت من النظام بداية، ثم من المعارك بين الثوار وتنظيم دولة العراق والشام. خلال زيارتنا لهذه البلدة الصغيرة لمسنا صعوبة بالغة لدى الأهالي في الحصول على الخبز، والذي يعتبر مادة أساسية على موائد السوريين. بلدتان نبل والزهراء الشيعيتان والمواليتان للنظام هما بالقرب تماما من ماير، وتمثلان خطرا على سكان البلدة من خلال القصف المستمر وعمليات القنص، مما تسبب في خلو الأفران من العمال وتفريغ المخابز من الآلات اللازمة لخبز الطحين، وجعل مجموعة من سكان القرية تذهب لتأمين الخبز من القرى المجاورة كمسقان ورتيان. يترتب عليه ارتفاع التكلفة والجهد على أهالي البلدة، والتي يعاني غالبية سكانها الفقر. نحن هون قرية ماير محايدة لنبل والزهراء، يعني في جبهة قصفت كثير قرية ماير. ضنك العيش لعدم توافر الكهرباء وقلة المياه لحقته الآن طوابير الحصول على الخبز، فتصبح مصائب ومآسي الحلبي سمة لحياته اليومية ومتلازمة لنظام عيشه. ليكبر هؤلاء الأطفال قبل أوانهم بعد أن جار الزمان على هذا الوطن المتعب من ويلات مطالبته بحريته وكرامته المستحقة.